بعد الجولة بين شيوخ الجزائر نعود إلى محطة شلف تمام الخامسة مساء. الزميلة سكينة حشريف عن قسم الأخبار توفيكم بأوراق العرض الإخباري. مساءك سعيد سكينة. مساءك أسعد مصطفى. مستمعينا في كل مكان أهلا بكم لعرض لأهم الأخبار المحلية. اتخذت مصالح الدرك الوطني ضمن الإجراءات الترفيهية الأمنية والمرورية والوقائية والرضعية الله نسيب النار زيت ولا النار زيت لي بابا طيب النار زيت في راسك الله يولد اللي زي حد في الطيارة مشي بلقات ولا بلبسات بلقات اضحك معي When you hear us about Indians are very familiar because you've been played on that instrument. It's very synonymous. والعلوم العربية لا تشذ عن ذلك. لذا فإنه من الضروري إذن أن نذكر بالإنجازات في ميدان الرياضيات للفترة السابقة للقرن الثامن حتى نقدر طبيعة الإنجازات العربية الجديدة وأهميتها وتأثيرها. فإننا إذا استعنا بشهادات العلماء أنفسهم كالبيروني وعمر الخيام أو بعناوين الكتب المنقولة التي ذكرها أصحاب التراجم أمثال ابن النديم وابن القفطي وابن أبي أصيبعة وحتى ابن خلدون نستطيع أن نقدم عدة ملاحظات. نلاحظ أولا أن التراث العلمي اليوناني رغم أهميته الكمية والنوعية لم يكن لوحده الأصل الذي استقت منه العلوم العربية.